دلوقتي اصابع سمك وفراخ وخضار مقرمشه البانيه، بس بطريقه صحيه حلوه جدا. هقول المقادير بتاعتها، انا هستعمل كيلو من اصابع السمك والفراخ والكوسه والجزر، اي خضار عندي، ممكن استعمل بروكلي، ممكن استعمل بتنجان، ممكن استعمل مشروم، اي خضار انا بحبها، بس المشروم يكون فريش مش معلب. هتبلها كل كيلو من الحاجات دي هتبله في 300 مللي لبن رايب، معلقه ونص صغيرين ملح، نص معلقه صغيره بودره ثوم، ونص معلقه صغيره بابريكا. يبقى التتبيله لكل كيلو من سواء سمك او فراخ او خضار، كل كيلو هياخد 300 مللي لبن رايب، معلقه ونص صغيرين ملح، نص معلقه صغيره بودره ثوم، ونص معلقه صغيره بابريكا. التغطيه او الكوتنج اللي انا هحطها عليها عباره عن كوبايه ونص دقيق، معلقه صغيره ملح، 3 ارباع معلقه صغيره فلفل اسود، 3 ارباع معلقه صغيره بودره ثوم، 3 ارباع معلقه صغيره برده بابريكا، معلقه ونص صغيرين بيكنج باودر، مهم جدا عشان يديني الشكل بتاع البانيه بتاع بره اللي بنشتريه من المحلات، وثلاث معالق كبيره لبن رايب. يبقى كوبايه ونص دقيق، معلقه صغيره ملح، 3 ارباع معلقه صغيره فلفل اسود، 3 ارباع معلقه صغيره توم بودره، 3 ارباع معلقه صغيره بابريكا، معلقه ونص صغيرين بيكنج باودر، ثلاث معالق كبيره لبن رايب. انا نقع السمك والفراخ ونقع الخضار مقطعاها صوابع، نقعها في التتبيله اللي احنا كتبناها لكم، وهنعمل التغطيه. واحنا بنعمل التغطيه الدكتور بقى يكلمنا اهميه الاسماك للاطفال ايه؟ بص هقول لك حاجه، الاسماك من الحاجات المهمه، ولا الكبار برضه مش للصغار وبس. اول حاجه بتحتوي خصوصا الاسماك اللي فيها نسبه دهون زياده، معايا؟ اول حاجه اسمها الاوميجا 3. الحاجات اللي اسمها احماض دهنيه يا جماعه، اللي هي احماض دهنيه غير مشبعه، حاجه اسمها احماض دهنيه اساسيه جدا بيسموها الاوميجا 3 والاوميجا 6 والاوميجا 9. الاوميجا 3 بالذات من الحاجات اللي مهمه قوي قوي للناس، للاطفال، تمثيل حاجه اسمها القدرات الذهنيه بالنسبه لهم، تركيز اكتر، مذاكره اكتر، ذاكره افضل، نشاط افضل. وبالاوميجا 3 برضو مش مهم، مش يعني مش حتى مش بالنسبه للقدرات الذهنيه والعقليه، مش عايز اقول لك ان بتظبط برضو المزاج، مهم قوي بالنسبه لجدار الشرايين مثلا، بالنسبه حتى للاطفال نفسها. سمك بس ولا كل سي فود؟ بص هو السي فود بالمفهوم العام كله بيحتوي، بس النسب مختلفه. كل ما كان الاسماك زيتيه شويه او فيها نسبه دهون اعلى، زي سمك موسى مثلا، سمك موسى والسلمون وسموفيمي والكلام ده، بيبقى كل سي نسبه اللي هي الاوميجا 3 بنسبه اعلى. قبل ما نطلع البريك، بصوا انا حطيت التوابل كلها على الدقيق، هعمل ايه؟ هحط عليهم الثلاث معالق اللبن الرايب، بصوا كده اهو، علشان يعملوا لي زي قشور فيهم. يا ريت الكاميرا بس تقرب. بصوا القشر ده هو اللي هيديني الطبقه المقرمشه. انا هعمل ايه؟ ادي بالشوكه هعمله كده اهو، وهحط الفراخ او السمك او الخضار بالمنظر ده، وهحطها بعد كده اهو على ورقه شمع او ورقه زبده على الصينيه اهي. بيبقى عندي جزيئات، يعني ما بيبقاش الدقيق ناعم، لا بيبقى عليها طبقه مقرمشه كده اهو. هنروح لبريك ونرجع لكم بعد البريك تاني، بس انا عايزه اقول حاجه واحده يا نقلي، معلش، ان بدهنها زيت قبل ما احطها في الفرن، لو ما دهنتهاش بزيت مش هتحمر، هتستوي وتفضل بيضه. انا هرصها في الصينيه، هدهنها زيت وادخلها الفرن نص ساعه. هنروح بريك ونرجع لكم تاني، استنونا.